تحولت فضاءات محاكم الاستئناف بمختلف ربوع المملكة يوم الثلاثاء إلى ساحة لترديد الشعارات ضد الحكومة، تعبيراً عن رفض المحامين بعد مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023. وتوقفت المحاكم يوم الثلاثاء بعد قرار المحامين مقاطعة الجلسات، تأكيداً على احتجاجهم ورفضهم خطوة التضريب التي جاء بها مشروع قانون المالية. وشهدت محاكم الرباط، الدار البيضاء، فاس، القنيطرة، مراكش، سطات وأكادير وغيرها خروج العشرات من أصحاب البدلة السوداء للاحتجاج ورفع الشعارات ضد الحكومة، وعلى رأسها وزارة العدل التي كانت وراء المضامين المعنية في مشروع قانون المالية. وندد المحامون بمختلف المحاكم وعلى رأسها محكمة الاستئناف بمراكش بهذا القرار، مطالبين برحيل وزير العدل عبد اللطيف وهبي ومحملين إياه مسؤولية ما جاء به مشروع قانون المالية. وطالب المحتجون في هذه الوقفات التي تأتي بحسبهم من أجل عدالة ضريبية لا تثقل كاهل المواطن بفتح حوار مع المحامين بدل فرض القرار عليهم وجعله قدرا محتما. ولفت براوين ضمن تصريح الله على هامش الوقفة إلى أن فرض هذه الضريبة سيكون كارثيا بالنسبة للمحامين والمتقاضين، فلا يعقل أن نطالب المواطنين بأداء ضريبة على القيمة المضافة. وارتفع عضو مجلس هيئة الدار البيضاء: نحن ندعو إلى فتح حوار والتراجع عن هذه المقتضيات، ونتمنى إيجاد حل عبر سحب المقتضيات من المشروع. We'll be right back.